سيدنا الله يعطيك العافية. يعني أنا سمعت بعض الملاحظات هي الغاية منها بادرة تنمية ونمو. بعدين معنا عليها واجبات كثيرة صراحة، يعني تختلف عن أي دائرة أخرى، هي بتحكي عنها مؤسسة أهلية لها طابع. فأنت مع المواطن بدأ في جلب المسلطات، بدأ في جلب الطريق، بدأ كامل الخدمات من نظافة وغيره وغيره. لكن البلدية مرتبطة بأنظمة وقوانين خاصة بها، لا هي مستقلة تقول استقلال كامل، مرتبطة بعدة أمور، أحيانا بتقول لك مستقل وأحيانا بتقول لك بدك ترجع للوزارة. تعاني البلدية حالها حال كل دوائرنا للأسف، وأنا إذا بدي أحكي هسه بدي أحكي عن كل الدوائر، لأنه في الأبنية وفي الأشغال وسمعت من بعض الإخوان. إحنا في محافظة معوضة أو في مدينة معان، الخلل الرئيسي عندنا هو غياب التنسيق وغياب التخطيط، والدراسات اللي بتكون موجودة عندنا تتغير خلال سنة. يكون عندنا دراسة معينة بيجي شخص آخر بغير السياسة كاملة. أكثر ما بنعاني فيه في التنمية في مدينة معان بصراحة نحكيها اللي هو غياب التنسيق والتخطيط السليم 100%. بحكي عندي من الأمثلة كثير، يعني أمثلة خلينا نجي فيها في القطاع البلدي، ليش هتدخل على القطاع الثاني؟ تجي بلدية معان تحط لها نص مليون دينار خلطات إسفلتية، لا تفاجأ بعد فترة تسأل مدير المياه على سبيل المثال أو الدائرة الثانية إنه شو في عندكم من خدمات، بقول لك والله إحنا الآن لا نعلم. بجوز السنة الجاي يحطونا مخصصة، بجوز ما يحطوا مخصصة. المواطن بلح يقول لك أنا بدي هالخلطة، بدي الشارع يسوي لي. أنت في فترة معينة بدك كل الفترة هاي، لأن فترة الشارع بعد سنتين أو بعد 3 سنوات بصير في مخصصات لوزارة المياه، بيجوا تحطوا هالشارع بصير هدف بمنع أمواج كأنه ما غزيت ولا سويت. هذه من القضايا اللي احنا بنعاني فيها. المركزية في المحافظة لابد أن تكون، يعني تدرس مشاريع المحافظة بشكل عام وبطريقة رسمية وفعلية وتكون قريبة جدا للتطبيق. هذا مثلا أعطيته وكثير من الأمثلة، يعني معان كمدينة إذا بنحكي عن تنمية معان، مدينة معان يا إخوان التي ندرسها الآن 70% من معان بتوسع الجديد، المنطقة الجديدة اشتغل فيها كلية واشتغل فيها أصل غير مشمول بالصرف الصحي. إذا بدنا نحكي عن تنمية بدنا نأمن خدمات البنية التحتية الجديدة. معان توسعت تنظيمية، توسعت تنظيمية. توسيع التنظيم يا اخوان بده مخصصات، بده تنفذ شوارع، تيجي بتقول بدي احصل انا عوائد تنظيم وعوائد تحديد وعوائد كذا، ظروف الناس الوضع الحالي ترى نحكيها في بلاطه لا تسمع. وضع البلديه الان احنا في وضع صعب جدا صراحه، تيجي بنحكي عن حج البلديه علينا حج بحدود 1,600,000 دينار حج. التحصيل فيه ضعيف. فلجأنا للطريقة الثانية هي الاستثمارات المشتركة. بعض الاستثمارات صراحة ناجحة، وبعض الاستثمارات لا فاشلة. الواحد يحكي في الواقع شو فيها اليوم. الاستثمارات الناجحة توجه مع الجهات الرسمية أو الشبه الرسمية أنا بعتبرها ناجحة. الاستثمارات مع الأشخاص أصبحت البلديات، وجود أخونا أبو مضر أستاذنا وبعرف أصبحت نوع من بقول لك مال البلدية أو مال الدولي أو مال كذا، ما بدفع أجار، ما بدفع بقايا، ما بدفع كذا، نحط الواقع تبعنا الصحيح. لذلك معاني الصراحة فلا بد من إعادة برمجة الأمور وتكون الأمور دقيقة، وهي البلديات يا أخوان تعتمد على الأشخاص اللي فيها وعلى رؤسائها بشكل. أنا بحط اللوم على شخص الرئيس بالذات. البلديات عليها واجبات كثير، البلدية واجبها في كل القطاع مع المواطن مع الطبقات الفقيرة مع يعني عليها واجبات كثير، لكن لما جينا نحكي بالواقع تبعها على المخصصات الموجودة على التحصيلات الموجودة بتجد نفسك أحيانا محبط، بدك تقدم مش قادر تقدم الموجود عندك بشكل عام. نجي على المشاريع الثانية اللي هي مشاريع الأبنية اللي حكى فيها بمجمل. مشاريع الأبنية يا أخوان بشكل عام في عطاءات مركزية وفي عطاءات تدخل من ضمن المحافظه تترصد لها. العطاءات المركزيه زي ما اخونا بيحكي انه في بعضها تتاخر 4-5 سنوات، بس ليش تتاخر يا اخوان؟ احنا بنحكي ليش تتاخر احيانا؟ تتاخر اغلبها تتاخر بنقص المخصصات الماليه. تمويل انا فتره عطاءات 6 مليون دينار، في التنفيذ وصل العطاء 8 مليون دينار، ليش؟ في اسباب فنيه بتكون 100%، يعني انا اعطيك المركز الثقافي، بجوز الاخوان كلهم الاحوال المركز الثقافي بشكل عام، وانا بتابع المركز. المركز الثقافي انطرح عطاء معان زي عطاء عجلون، اجرى الحبريه تحت، اضطرينا ان نستحدث بند طبق الارض هذا، طبق الارض هذا بكلف حوالي 2 مليون ونص دينار، هذا صار زياده كميه. شوف لما يجي الموافقات وفي فتره من فترات وزاره الثقافه وقفت حوالي سنه،
الحين ما من التطوير وإذا أخونا أبو مضر عارف قديش علينا هذا المركز الثقافي أثناء زيارات البلد لما كنا في التموين لما قعدنا في الشمس لما قال لابد ما يكون هذا الحكي قبل 20 سنة تقريبا. المشاريع أحيانا التموين سبب رئيسي بنحكي التفتيش والتنظيم لابد ما يكون وارد بين كل الجهات يعني حتى كمان إخواننا في جامعة الحسين أنا ما أعرف إحنا الآن في دوائرنا بعض الكوادر الفنية مفرغة فيها أنا بدي أحكي عن بلديتي الآن وبدي أحكي عن دائرتي كأبني وبدي أحكي عن الأشغال نجي نلاقي فيها تخصصات مش موجودة نهائيا بدي مهندس مدني بعلن إعلان بجوز 4 سنين لما ألاقي مهندس مدني في نقص عدو هذا أتصور قمت بخطوة كويسة إن شاء الله إنه بالأيام نجي بدنا مهندس ميكانيك مهندس ميكانيك على مستوى محافظة معان أنا عندي في الأبني مهندس ميكانيك واحد وعنده 40 مشروع يا أخوان متابع جيد إن شاء الله نجي على المساحين مساح او مهندس مساحه بتلاقي كمان مهندس نجي نرجع في الطرف الثاني معلم صف قاعدين 700 واحد 800 واحد هذا يقول لي لازم صف نجي علوم علوم ابصار ايش بسموها هذه الاستراتيجيه او شغله زي ما اذا بدنا ننمي اذا بدنا ننمي الصراحه لازم نوجه حتى الشباب شو يدرسوا على اساس يلاقون فرصه عمل في المستقبل هي كلها تنمي مع بعضها اذا المواطن الخير هو يشتغل وهذا يشتغل تكون الامور كلها تعالجت اخذ طابع معين. اختيار المواقع البلدي لازم يكون لها دور رئيسي في كل في كل مشروع بحصل في المحافظه. انا بدي اجي على اخواننا هنا في مصر. نجي بنحكي الاسكانات اللي تمت معلش مشروع كويس وماشي مخدم مبنى لكن يا اخوان احنا فصلنا المجتمع المحلي فصل كامل عن الناس تحت. احنا شو الغايه من الجامعه؟ الغايه من الجامعه نخلط الاوراق ببعضها. ابني انا يكون مع ابن الدكتور يدخل بعضهم. اخوي يلتقي مع الطالب الثاني يكونوا قريبين معاه ويكون في احتكاك معين، انا لما اجي اسوي الاسكانات الان امام الجامعه، اذا انا عزلت معاه كامله عن وضع الجامعه اصبحت بطريقه او باخرى معزوله الجامعه مع سكانها مع الطلاب. نجي على اسكان الدكاتره زملائنا الدكاتره وما شاء الله عليهم كويسين. كان في مشروع يسرق الفساد. هذا المشروع انشئ لغايات يكون يسرق الفساد في ظروف معينه اخذوه الدكاتره، الدكاتره هم اول كانوا ساكنين واحد ساكن عندي واحد ساكن عنده مرض ابني بيخترق ابنه وهذا يعني ابعدنا يعني كيف حجتنا عزلنا الناس كلها مع بعض فهذا انا بحكي مؤخر سلبي مش ايجابي نجي بنقول مدينه الحجاج اخوي ابو مضر اعرف مني بسوريا مدينه الحجاج الموقع اختير في المنطقه الشماليه الحجاج يا اخوان بيجوا من موقعين بيجوا من العقبه وبيجوا من عمان والاغلب صاروا يجوا المصريين عن طريق هل من المعقول اني اجيبه من التحويل ارجعه لغازه من مدخل معاه بعدين اوريه له؟ ما بعرف انا ليش التخطيط عندنا بيصير بالطريقه هذا انا كمثل بحكي يعني معليش نحكي بشكل عام. فيا اخوان الامور هي لابد من التخطيط والتنظيم والتنسيق بين الدول وتكون القرارات مركزيه من داخل المحافظه. هذا اساس نطلع فيه ان شاء الله.